اسم كريم المهدي أرحال، كنمثل جمعية أولمبيك الرياضي المحمدية. كيفاش دير هذا اللقاء؟ اللقاء الحمد لله داز في هذه الأجواء اللي هي جيدة، فهمتي، واللي كنتمنى من المستقبل باش يدوموا لقاءات أخرى بحال هذا الشكل هذا، فهمتي، والحمد لله بلي كلشي متحمس باش يدير اليد في اليد في هذا القطاع الرياضي في المحمدية إن شاء الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الرحمن الرحيم. شنو أهم مطلب عندكم كجمعية؟ حنا المطلب اللي بالنسبة للمطلب ديالنا حنا كجميع المطالب اللي كيطلبوا به الجمعيات ديال المحمدية كاملة، وهو البنية التحتية وهو الملاعب ديال القرب، فهمتي، وبالنسبه للجمعيه ديالتنا اللي حنا اللي كنمثلوها حنا جمعيه اولمبيك الرياضي المحمديه، فحاليا عندنا تقريبا عندنا واحد 170 دري اللي هما دابا الاطفال الصغار والشبان وهذا، وحاليا حنا كندربوا في الشاطئ ديال المركز حاليا، لان عيب باش فهمتي، واللي قال شي حاجه يمشي يوم ثلاث ولا اربعه ولا خميس الجمعه ويهود يشوف داك الشيء بعينيه، بانه حنا كنشوفوا كنتمحنوا بزاف وكنترجوا من هذا المجلس البلدي الحالي، فهمتي، باش يكون ان شاء الله في المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. ان شاء الله.